أول حاجة معانا خالد سليم بساعة ألماز في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي. ما شاء الله، عشان إيه نمسك الخشب بس؟ في ناس بتقول أو أنت مع إن عامة الفنان أو النجم لازم يكون لابس الألمازات بتاعته ويتصور بيه والحاجات دي، ولا أنت ضد الفكرة دي أصلا؟ مع ولا ضد؟ أو بصي، فنانين كتير بيعملوا لغط بالحاجات دي. هو أنا مع إن إحنا لما نكون موجودين في مهرجانات عالمية أو مهرجانات يعني مصرية عالمية، إن إحنا نكون بنقدم نفس المستوى الفنانين العالميين اللي بيتم دعوتهم لحضور مهرجاناتنا، لأن إحنا برضو وجهة لبلدنا، فلازم يكون شكلنا. هم طبعا في اكيد عندهم فاسيليتيز يمكن اكتر، عندهم حريه اكتر ان هم يلبسوا بشكل معين، احنا بنلتزم على قد ما بنقدر وبنتالق عشان مهرجاننا ومهرجان بلدنا يبقى متالق. يعني الناس يجوا من بره يتفرجوا على فنانين مصر وفنانات مصر يلاقيهم متابعين الموضه ولابسين كويس وشكلهم كويس، شكلهم بريزنتبل ولابسين حاجات فانسي او حاجات، في حاجات بقى ناس ما بتفهمهاش او مش عايزه تفهم. يعني ممكن يقول لك طب يا عم احنا عارفين ان انتوا عندكم، احنا ما احنا ما بنعملش ده عشان نغيظك على فكره، احنا عشان تعرفوا ان هو عندنا. مش عايزين نقول لك وحاشا لله ان احنا نعمل حاجه زي دي، اكيد طبعا. بس يعني واما بنعمه رب نعمه ربك فحدث، يعني احنا لازم نكون نبان على احلى مستوى، ودي ده ردي الوحيد في الموضوع ده. معرفش بقى إذا كان موضوع الساعة ده لي دعوة بموضوع البدلة، ولا البدلة دي هتتقال إمتى؟ لا هو يعني نقول البدلة. طب المرة قول البدلة بس. الناس قالت مثلا أنت بتحاول تقلد أو تعمل حاجة ها شوية عشان تاخد ترند، في حين أن كل الناس بتلبس كده. طبعا في الوسط، أنا بتكلم عن الوسط، بس أنا هقولك برضو حاجة. في أماكن كتيرة جدا أو في فنانين كتير جدا بيبقى ليهم زي رعاة رسميين أو ناس بيستغلوا وجودهم في 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 مهرجان مهم زي ده، ولبسهم حاجات أو حاجة زي كده. يعني سواء كانت فساتين أو مجوهرات أو فأنا عملت ده، ويمكن ده يمكن اللي عمل لغط والناس قعدت تتكلم عنه بشكل كبير قوي لغاية فترة قريبة. إن أنا عملت بدلة كانت مرصعة فعلاً بالألماز وقيمتها تقريباً ما يعادل $1,000,000. كانت كل الياقة نفسها من هنا كلها بالألماز الحقيقي الحر، والزراير والمكان اللي هو بيبقى فيه خياطة هنا، لا كان فيه خياطة وفيها برضو ألماز، وكان فيه برضو زرارين كبار هنا فصوص كبيره جدا. انا عن نفسي كنت عايز اخد البدله دي واجري. مش عايز بقى اي حاجه، ولا عايز اغني ولا عايز امثل، اخد بدله وامشي. هجيب جزيرتين، جزيره كبيره وجزيره صغيره، ولنش عشان لما عشان اتنقل اروح الجزيره الكبيره ابقى قرفان من الصغيره اروح هناك اتف عليها. شوف البذخ عامل ايه لما اخد البدله. فكرت في كده وانت لابس البدله؟ طبعا اخدها واهرب. ده كان في احلام غريبه بتراودني. اقطعش طيب. عارف وقال يعني وقعت، فاهمه اللي هو وقعت عامل ايه ضاعت. هم خلوا المصممه البدله اللي هي الديزاينر مارجو حنا، هي مصممه مصريه طبعا، لا راحت طبعا، شالوا منها الفصوص وعدوها ومضونا كلنا على كل الحاجات. وكانت الفكره اكشلي هي فكره مكه برضو، محمد عبد الكريم اللي هو اللي شغال معايا برضو في الفتره الاخرانيه، هو برضو ليه دعوه باطلالاتي وشكلي ولبسي. كانت فكره من افكاره برضو ان احنا نعمل الفكره دي، احنا نعمل الديزاين بالبدله، وهي كان جاي لها الاوفر بتاع الالماس ده، فنفذناها بشكل هما الاثنين اتفقوا عليه فكره جدا وعملت فعلا. طبعا بقى ايه لغط مش طبيعي. ما احنا سمعنا ايه مش طبيعي. ده خالد سليم بص هم مش عارفين ان انا حسابي فيها 20000 جنيه بيفطر الماس وبيتغدى الماس ومش عارف. هم مش عارفين ان انت نفسك تاخد حسابي فيها 20000 جنيه بس نفسك تاخد البدله وتهرب اساسا. مش عارفين الخبر.